والله جل وعلا يقول: والسماوات مطويات بيمينه، وجاء لفظ اليمين والشمال في الحديث، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين. نهى كافر أن يشرك به، بمعنى اليمين، وذلك تنزيها ليده من التنقص، لأنه إذا سمع السامع إثبات الشمال لله ربما يقع في نفسه أنها مثل شمال المخلوق، لأن يد المخلوق الشمال ليست مثل اليمين، أنقص من اليمين. والشمال كما تعلمون لإزالة الأذى والتنظيف، وأما اليمين فهي لما يستطاب، والأخذ والإعطاء والأكل والشرب وغير ذلك. فإذا سمع السامع إثبات الشمال لله ربما يقع في نفسه أنها أنقص من اليمين، كما هو في المخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا التوهم وقال: وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. نعم.